اعتمدت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم نتائج منافسات الأسبوع الرابع وأصدرت بعض القرارات المتعلقة بمبارياته، كما اتخذت بعض العقوبات حيال الرياضيين وفق اللوائح المعمول بها، وذلك بمعاقبة لاعبي فريق النصر الآتي أسماءهم بالحرمان من اللعب وفق الآتي: جودوين أندريس مباراة واحدة، إبراهيم عبد المنعم 3 مباريات، صلاح الفيتوري 5 مباريات، وبرع الرملي 5 مباريات أيضا. ومعاقبة لاعب فريق الشط بانغوراتيكو باليني بالحرمان من اللعب مباراة واحدة، ومعاقبة لاعبي فريق الأهلي بطرابلس عمر داود وأحمد سعد بالحرمان من اللعب 5 مباريات، ومباراة واحدة لمنصور البقرماوي من فريق التحدي وعز الدين المصراتي من الترسانة، وتغريم جمهور نادي التحدي 5000 دينار. هذا وقبلت لجنة المسابقات العامة الطعن المقدم من نادي النصر في مباراته أمام الأهلي ببني غازي شكلا، ورفضته في الموضوع.